الحاج عبد الهادي من البحيره، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا فندم دلوقتي احنا عندنا تبع محافظه البحيره مركز ابو حمص. ايوه. عندنا الجمعيه فيها جمعيه حرس الجمل. فيها ايه؟ الترعه اللي احنا الترعه اللي علينا اللي هي ريحانا مروه منها. حضرتك الترعه ديت اسمها ترعه الجمحيه. الجمحيه؟ اه. تمام. اللي البلد اللي احنا فيها اسمها الرشيديه. الرشيديه. اه. عندنا حضرتك الترعه عليها 150 فدان. تمام. 150 فدان بتاخد من العموميه اللي هي الجمحيه، ترعه صغيره كده بتاخد من الجمحيه. ايوه. عليها الخمسه ال 45 فدان الاولانيين دول متطورين. ال 45 فدان الثانيين ما فيهمش تطوير. تمام. والله العظيم ابن عمي النهارده امبارح خد 15 رطل جاز، ثاني ياخد 5 في 4، والله ما هو 10 جرات ارض. يعني انت بتقول ان انتوا 150 فدان، اول 100 هم اللي متطورين. ال 45 الاولانيين متطورين. ال 45، اما ال 105 اللي بعديهم لسه. ال 75 فدان، معلش حضرتك، ال 75 الاولانيين عليهم تطوير، ال 75 الثانيين ما عليهمش التطوير. طيب. دول محطوطين في الخطه، ابتدوا يتفقوا مع الفلاحين ولا لسه؟ ما فيش اتفاق مع الفلاحين، والفلاحين كلها هنا يا استاذ سامح ناس هنا، يعني كل واحد بيقول لك يمشي حالا، ماليش دعوه، كل واحد ليه 16، يعني هم 16 جراد، كل واحد ليه 16 جراد فيهم. الارض هنا متقسمه 16. يعني ال 75 فدان كل واحد 16 قراط؟ اه، ما هو احنا في البحث كل واحد ليه فدانيين في ثلاث حتت يا استاذ سامح، في المنطقه دي في ثلاث حتت، ليه 16 هنا و16 في الارض، 16 على المتطور يا استاذ سامح، و16 جراد مش على المتطور. انا ليا 16 جراد على الارض اللي مش متطوره، وليا 16 جراد على الارض المتطوره. فهمتك. ها؟ فهمتك. انا آه فهمت قصدك. أيوة. يعني اللي هو انت الارض بتاعتك فيه النص بتاعها جه في التطوير والنص الثاني ما دخلش في التطوير. وكل الفلاحين كده، وكل واحد بيقول لك انا عندي حته 16 جراف مش سهله لخمس ست فدادين ولا حاجه، لان نعمل عليهم مشكله. لا هو بس تفتت الحيازه عندكم صعبه قوي، ليه كده؟ هي عندنا كده الحيازه، عندنا كل واحد عنده 16، يعني عندنا ثلاث 16 في كل حته 16. وكل واحد بيزرع المحصول اللي هو على مزاجه. والله يا استاذ سامع بالله، لا احنا عندنا اصلاح، الجمعيه متلسه الدوره. يعني انتوا اصلاح وعندكم دوره. طيب كويس. ايوه متلسه يا استاذ سامح. طيب عايز بقى انا هتكلم مع المسؤولين عن المشروع تطوير الري، يا استاذ احمد عبد الحميد رئيس تحرير البرنامج معايا وسامعني. ايوه. المشكله بتاعت الحاج عبد الهادي. حضرتك يا استاذ سامح احنا عندنا ميه بالهبه الرايحه على الخلق، انا بقول لك والله 15 رجل جهاز، والله ما روى 10 جرات ارض. طب ما تسمعني بقى، ما انا عرفت، انا مش هسيبك خلاص. الاستاذ احمد عبد الحميد سامعني، مشكله الحاج عبد الهادي في البحيره مع وكيله الوزاره، ونشوف مشروع تطوير الري. بس انا عايز اسالك سؤال قبل ما تقفل. الحاج عبد الهادي معايا؟ اه مع حضرتك. ايه رايك في المشروع؟ المطور ملوش حل يا استاذ سامح. ازاي بقى؟ احكي لي، علشان في ناس لسه لغايه دلوقتي مش مقتنعه. عرفني ايه اللي بيحصل. احنا عندنا الارض اللي هي عليها التطوير، حضرتك المكنه بتدور ما بتاخدش جاز خالص، يعني ركلين جاز بيخلصوا له ال 16 بتاعها اول حاجه. ثاني حاجه بفتح الميه، بيفتح المحبس كده، الميه بتروي الارض، ما فيش ميه رايحه على الخلف. ثاني حاجه الارض اتشدت عزمها، ما كانش في ميه، كانت الاول في ميه ما حوالين الارض في المطار. الحمد دلوقتي لله. ما عادش في ميه حوالين الارض، الارض شدت وبقت حلوه الارض. يعني دلوقتي تمام. الحمد لله في عداله في الري، اخر واحد بيروي زي اول واحد. تمام يا استاذ. مفيش اهدار، مفيش اهدار في الميه. لا خالص خالص. الاهدار عندنا صراحه، الاهدار عندنا هي المنطقه التحتانيه اللي هي ليه. تمام. انا فهمت. المراوي اللي كانت موجوده وتم ردمها، فدي بقت جزء اتضم للارض، فمساحه الارض زادت. هتابع لك الجزء اللي فاضل ده، ونشوف خطه الدوله ايه عشان يتنفذ. بس الحمد لله في مجهود تم، وفي اماكن يعني مبشره ان حصل فيها شغل. هتابعها لك يا حاج عبد الهادي. حاضر. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعيه مباشر. البرنامج برعايه